عائشة حسين رياضية صومالية شابة تلعب لفريق كرة السلة النسائي الصومالي في هذا الملعب الصغير تتدرب مع زميلاتها مرتين كل أسبوع. ما شاء الله هذا أقوى بعد أن عاد الأمن بدأنا نمارس التمارين الرياضية بكل حرية ونأمل أن تستمر الأمور على هذا النحو عندما كانت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تسيطر على معظم أحياء مقدشة ومناطق الجنوب الصومالي لم تكن ممارسة الرياضة مسموحة للرجال ناهيك عن النساء لهذا تبدي اللاعبات هنا سعادتهن باستعادتهن حق ممارسه الرياضه بعد سنوات من الحرمان. انا سعيده بعوده الانشطه الرياضيه النسائيه بعد سنوات طويله من حرماننا منها، هنا نتدرب بعد ان وفرت لنا اداره الحي هذا الملعب والمستلزمات الرياضيه وان كانت لا تكفي. وقد شاركت اللاعبات مؤخرا في دوره كره اليد النسائيه في ملعب لوجينو بمقديشو. الذي تم ترميمه بعد ان كان حصنا لمقاتلي حركه الشباب لعده سنوات وسط حضور الالاف من الشباب الذين تقاطروا من احياء مقديش المتفرقه. تغيرت الامور كثيرا قبل فتره كان من الصعب ان تمارس الفتاه اي نوع من انواع الرياضه وهاهن اليوم يلعبن بكل حريه الاستقرار الامني هو السبب في رايي بعض اللاعبات يشعرن بوجود خطر على حياتهن لكن بعضهن لا يكترثن للتهديدات الموجوده على الارض. أنا لست قلقة على حياتي بل أعتز بهوايتي كما أن الناس في الحي يفتخرون بأنني لاعبتهم بعد ابتعاد شبح العنف في العاصمة الصومالية عادت الأنشطة الرياضية بقوة إلى مقديشو وأقيمت دوريات رياضية بعد تشييد الملاعب المتأثرة بالحرب وتأمل الرياضيات أن لا يحرمن من ممارسة هوايتهن مرة أخرى لبن عبد لبرنامج اليوم على الحرة مقديشو